المغربي اقوى ادرس بالعالم سواء جمهور الرجاء او غيره في المغرب. أنا أول ما جيت للمغرب للأمانة جيت بسبب هذا الجمهور، لأني قاعد أشوف مقاطع في اليوتيوب. أنا أحضر في الأرجنتين وأحضر في البرازيل وفي البيرو، فلما شفت مقاطع لجماهير الرجاء أنا انصدمت أن فيه جمهور عربي ينافس الجماهير اللاتينية، بل أفضل من الجماهير اللاتينية. فأنا هذه مش المرة الأولى ولا العاشرة ولا 11، فالجماهير المغربية اللي حاب يستمتع ويشوف الشغف يحضر مباريات هنا، اسمع يحضر مباريات هنا في المغرب وراح يستمتع ان شاء الله. انا قلت لك الشغف والروح والحماس هنا في المغرب موجود. بخصوص صفقه نيمار ما 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 احب اتكلم عن الصفقات هنا. مثلا اشبه انا في المغرب، المغرب لا، بلد المغرب هذه بلدنا الثانيه، هو وكرم الضيافة عندكم لا يعلى عليه، ما يعني الله يعطيكم الصحة والعافية. ايش بيقول الجماهير الرجاوية وكلمة الجماهير؟ الله يوفقهم ان شاء الله ويلعبون في العصبة ان شاء الله ويرجعون زي زمان وياخذون البطولة.